السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينتظر أن يعلن الناخب الوطني الجزائري فلاديمير بيتكوفيتش عن قائمة المنتخب الوطني الجزائري لشهر أكتوبر، والتي ستكون يوم الخميس القادم في ندوة صحفية في قاعة المؤتمرات بملعب نيلسون مانديلا ببراقي. وستشهد القائمة التي سيعلن عنها المدرب بيتكوفيتش تواجد مجموعة من أبرز اللاعبين. والآن بدون إطالة لنعرض عليكم القائمة. في حراسة المرمى أنطوني ماندريا، جندوز وأوكيجا. في الدفاع أيت نوري وخاسف وحجام، مداني توغاي بن سبعيني بالعيد ماندي عطال وفارسي. أما فيما يخص وسط الميدان، حماد عبد اللي ورامي الزروقي، بالإضافة إلى أحمد جندوزي وزرقان وشايبي ورامي الزروقي. أما فيما يخص الهجوم، نجد كل من حسام عوار وسعيود عمورة محرز يوسف بلاي العائد إلى صفوف الخضر، بالإضافة إلى بغداد بنجاح ومحمد أمين جويري. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد.